القهوة. ياهو كده القهوة هتبرد، استنى ما اخلص الأكل. لو بردت هبقى أسخنها لك. طيب فطرتي؟ من بدري. طب خدي لك اعملي لك شوية مربى حلو كويس. حلوة؟ دفعت كام بتاع الدش؟ 150 جنيه. نعم؟ 150 جنيه ليه؟ عشان ايه؟ هو عمل ايه يعني؟ الله، الدش كان كويس قولي لي. ايوه كان كويس، بس كان في قنوات كتيرة جدا ما كانتش بتيجي. الراجل اللي جاب التلفزيون الجديد كان ممكن يعمله هو، ما كانش فيه داعي انك تصرف 150 جنيه. معلش بقى، ما جاش في بالي يعني. ايوه ارمي في الفلوس، ارمي يا اختي. ساتر، طب كنت فصلتيه حتى على الاقل. اقعد احلف في راجل غلبان عشان 50 جنيه حرام عليك. ارمي يا اختي في الفلوس، ارمي. هات القهوه، هات القهوه اديهاني. حاضر. عشان هم رش الجنينه. يا عم انا رشيتها. رشيتيها امتى؟ كنت انا صاحي من الساعه 6 الصبح وما شفتكيش رشيتها. لا ما رشيتها الساعه 9. حضرتك بعد ما صحيت الساعه 6 رحت نايم تاني، رحت انا رشاها. يا سلام، وانت مستنيها لحد ما انام عشان ترش الجنينه انت؟ ايوه. اعمل ايه؟ ما حضرتك ما بتسيبنيش انا رشاها. كل ما اجي ارشها حضرتك تقف كده زيل. الله الله الله، زيل؟ انا سامع زيل. زيل اخرسي. زيل العسل والسكر والله العظيم. لا زيل دي مش مريحاني خالص، مفهوم؟ عيب كده. حاضر انا اسف. خدي. بعدين انا ببقى نفسي ارش الجنينه، وبعدين يعني انت ما بتسيبليش فرصه خالص. بص ايه رايك؟ نقسم بينا وبين بعض، انا ارش الجنينه مره وانت تساعدني في البيت مره. اساعدك في البيت؟ اعمل ايه في البيت؟ او مكنس ولا امسح؟ لا طبعا تكنس وتمسح ايه؟ انت ممكن تعمل لنا اكله مره في الاسبوع. انا اعمل اكله؟ اه. هو بعدين الطبيخ سهل قوي. بص الراجل بقى انا خليته ايه، رسلنا قنوات الطبيخ ورا بعض، نقعد ننقي طبخه كده حلوه نعملها انا وانت. انت لو عملتها مره هتقول لي انا عايز اطبخ كل يوم، وانا ارش الجنينه مره. لا 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 انا عارف مسألة الرش دي مش هتريحني خالص الا اذا انا عملتها بنفسي، والطبخ ده انت اللي تطبخي، مفهوم؟ انا خليت الراجل بتاع الدش خلينا القنوات كلها ورا بعضها، انت بقى ايه اتفرج، ولو لقيت حاجه عجبتك يبقى نقلها هنا. يا سلام انا لسه هنقل. بس انا بطيع قوي في الكتابه. الكتابه في الكتابه وفي القرايه وفي كل حاجه. طيب انا هصورها بالموبايل. بص بقى، انت لو جت حاجه حلوه عجبتك قول لي بقى وانا هصورها لك. ماشي. وبصل وطماطم وملح وفلفل. ايوه حبه زودي ولا قولي عشان ادوس تسجيل. دوس. حلوه دي؟ ايوه حلوه دي. احنا عندنا الحاجات بتاعتها كلها. ايوه بس دي فيها بصل اخضر، عندك بصل اخضر؟ لا ابعت الواد سامح يجيب. نيجي في الحله هنا بقى، شكلها حلو قوي. انا ازي كمان؟ مالها يا دكتور؟ في ايه؟ هو ايه اللي حصل بالظبط؟ قعدت يوم بتترعش. اها. ومش عارفه تتكلم كويس. وهي مصره انها كويسه، وبعدين وقعت واغمى عليها. بس كل شويه بتفتح عينها. اوكي. بصي هو مبدئيا يعني القلق اللي انت فيه ده انا مش عايزه يوصل لها خالص، وانت كمان لازم تهدي. هي الفكره كلها ان احنا بنديها ادويه اقوى شويه من اللي كانت بتاخدها مع الكيمو ثيرابي. فده بيأثر على صحتها عموما، وبعدها بيخلي ان هي مش عايزه تاكل، بيأثر على المعده، وهي اصلا جسمها ضعيف، فاللي بيحصل ان هي ممكن تيجي لها هبوط، ممكن تدوخ، ممكن كمان يعني نتابع مع استشاري تغذيه. كنت بدور عليك يا دكتور يوسف. طب ايه اللي حصل لها ده؟ احنا ماشيين على الدواء بالثاني. هو انا حكيت لمي وهقول لحضرتك برضه، بس هي الفكره برضه يعني عندي ليست اوف كونتاكتس بتاعت استشاريين تغذيه، وكمان خبرتهم هايله في موضوع في الكيسز بتاعت الكانسر، فممكن ابقى اديها لك الكونتاكتس دي وتتفقوا معايا، وبعدين انا اكلمه واشرح له الحاله بالظبط. طب تمام، ما تديني النمره. بصي انا ممكن اطبعها لك
وابعتها لك، او ممكن تيجي دلوقتي تاخديها معايا. اوكي تمام ماشي. ميرسي يا دكتور. لا إيه؟ احنا هنخرج النهارده ولا عبيت؟ اه بس يظبطوا الضغط والمحاليل تخلص. اوكي اوكي ميرسي. طب انا هاجي معاك دلوقتي. اه شوف.